حضرنا اليوم لافتتاح الموسم موسم العمرة لهذا السنة، ويعني من البشائر أنه هناك يعني طائرة تنتقل من هنا إلى المدينة المنورة وإلى البقاع المقدسة. وبصفتنا ممثل مدير الشؤون الدينية والأوقاف نبارك هذا العمل ونسأل الله عز وجل أن تستمر مثل هذه التسهيلات التي من شأنها أن تسهل على المعتمرين وعلى الحجاج. شركة تاعنا خطوط الجوية الجزائرية يعني وفرت كل إمكانيات باش تلبي الدعوة تاع المعتمرين والوكالات السياحة اللي تمكنتنا باش نديروا رحلة في الأسبوع، وهذه للمرة الأولى يعني في تاريخ هذا المطار. عندنا نحو 140 معتمر راح يتنقل إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة، خطين مفتوحين كل أسبوع من مطار قمار نحو البقاع المقدسة، واحد نحو مكة وواحد نحو المدينة المنورة. كل هذا يعني يأتي في إطار رفع العراقيل ورفع يعني الغبن على العائلات الجزائرية وخاصة يعني السوفية. كنا نمشوا من الواد سوف إلى ورقلة باه نروحوا إلى مطار المدينة، واليوم الحمد لله سهلوا علينا الإجراءات وخلوها من مطار قمار مباشرة إلى المدينة المنورة.